الامر بس اللي حابين نتكلم فيه شويه هو الناس بتتكلم على جنسيه المدرب، والناس بتتكلم على ان ازاي الاهلي يجيب مدرب من جنوب افريقيا وكلام من ده. الكلام ده مش في الاحتراف دلوقتي يا جماعه. يعني انت مثلا دلوقتي لما هتيجي تتكلم على بعض اللعيبه الافارقه، ما مش بعض، دول كتير جدا جدا بيحترفوا في الخارج. ليه بيلعبوا بره؟ عشان امكانياتهم، عشان فنياتهم العاليه، وبيتالقوا بيبقوا من افضل اللاعبين في العالم في الحقيقه. فنفس الامر بالنسبه لمدير فني موهوب مستر بيتسو موسيماني، واضح جدا موهبته من خلال ادارته الفنيه لفريق سان داونز على مدار 8 سنوات تقريبا، ماشي بشكل اكثر من رائع معاهم، حقق بطولات كتير، نص البطولات المحليه كمان هناك بالنسبه لهم هو حققها بالنسبه لفريق سان داونز، واخدين 10 دوري هو لوحده جاب لهم 5، بخلاف البطولات الاخرى يعني المحليه والبطوله الافريقيه جابها لهم في 2016 اول مره في تاريخ فريق سان داونز. يعني سي في محترم. فالكلام على جنسيه الراجل ده امر غير واقعي وغير احترافي بالمر. راجل موهوب كمدير فني، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وكلنا في ظهره وكلنا هنحميه. طبعا هو معرض للانتقاد الفني فقط، لكن فيما عدا ذلك اي انتقادات اخرى او اي امور اخرى ليس لها محل من الاعراب هنتصدى ليها بكل قوه، لان ده المدير الفني للنادي الاهلي، ونتمنى ان التجربه تنجح كتجربه جديده. حصلت قبل كده المقصه، جاب ايمانويل امونيكي ما قعدش ماتش ولا ماتشين ولا حاجه، لكن لما يبقى اسم كبير بحجم اسم النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني من جنوب افريقيا، فده امر لازم نقف عنده جامد جدا. ما بالك كمان لما يكون اللي وقف عند الامر ده رئيس دوله جنوب افريقيا، واللي كان ليه تصريحات مهمه جدا، وتصريحاته ان دلت تدل على حجم وقيمه هذا الانتقال او هذا التعاقد في دوله كبيره زي جنوب افريقيا وفي القاره بشكل عام، لان كل الصحف وكل المواقع وكل الصفحات على السوشيال ميديا اتكلمت في الجزئيه دي تحديدا في القاره الافريقيه، وهنتناول كل هذه الامور مع حضراتكم على مدار حلقه اليوم. لكن